المحلل السياسي ياسين عزيز، أهلا وسهلا بك سيد ياسين. وبعد التحية، يعني اليوم بعثة الاتحاد تقول لا أستطيع مراقبة كل شيء في الانتخابات، برأيك هل هذه هي ضربة جديدة لنزاهة الانتخابات المقبلة؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللمشاهدين. طبعا يعني الانتخابات كما قلنا في مرات عديدة نحن لا نتأمل منها الكثير، نتأمل جزءا تغييرا محدودا بسيطا جدا يعني في هذه العملية، في هذا الاستحقاق القادم. لكن أي ضربة في الإشراف على هذه الانتخابات توجه لهذه الانتخابات ستكون طبعا نقطة سلبية في مسيرة الانتخابات في موضوع نزاهة ونقاء الانتخابات، لأننا بحاجة إلى انتخابات نزيهة. هذه الانتخابات كما قلنا سابقا لن تكون نزيهة، ولن تكون هناك انتخابات نزيهة في العراق في ظل الوضع المتوتر، الوضع الغير السليم في الشارع، في العملية السياسية في العراق، وجود جماعات مسلحة قوية أقوى من الحكومة، أقوى من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقوى من مؤسسات الدولة. هذه الجماعات، هذه الأطراف التي تعتبر أقوى من المؤسسة الرسمية ستمنع أي نزاهة وأي نقاء وأي نظافة في العملية الانتخابية. كان هناك أمل نوعا ما جيد في الإشراف الدولي الأممي على هذه الانتخابات، لكن تراجع منظمات ومؤسسات دولية عن الإشراف أو إعطاء طمأنينة أو تطمينات جيدة على نزاهة هذه الانتخابات أيضا توجه ضربة سلبية لموضوع الانتخابات.